السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ منكم فايز وجايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اسمها اور بوكس اي. اللعبة هذه عبارة عن لعبة الغاز، وخلنا نبدأ ونشوف ايش طريقة اللعبة. اول شيء ليش ممكن نغير؟ بس ايزي ممكن نغير طريق. اول مرحلة اوكي، كنترول ستار اوكي، الماوس يعني ما له سنة اتوقع، هلا اتوقع الماوس ما له سنة. اوكي نشوف ليفل 1. يبون ميشن، المهمة نصل عند النقطة هذه اوكي الحمراء، اتوقع سهلة. نو توقعت اسهل من كذا. طيب دقيقة، لا اوكي اجين ام جو هير. اقدر اروح يمين؟ لا بس تحت فوق. اوكي سهلة، بس انا استهبل، يمكن استهبل. طيب المرحلة الأولى كنت سهلة، بتكون سهلة المرحلة الثانية اتوقع بعد سهلة، بس نمشي على هذول وصلنا. يب الثالثة نبغى مراحل صعبة، اعطونا مراحل صعبة. هذه مرة سهلة مرة. اتوقع اني جبت العيد. صح هذه يعني مو لازم نروح لهذي. اوكي يعني في مناطق مو لازم نروح لها. اوكي في اداة هنا بعد نستخدمها الحين. اوكي وش تسوي الاداة هذي؟ تغير الاتجاه. اوكي وبعدين نو اتوقع دي فهمت او شي، نروح هنا صح بعدين نروح فوق. يس سهلة اشهر ما فيها نجوم ولا كان يمديني اخذ النجم. طيب جوا المرحلة هذي برضو سهلة. شت ما سويت شيء اللي راح كذا. اوكي اجين اتوقع خطا المفروض اروح كذا يمكن بعدين كذا. اند ميبي جو هي. يس شباب ترى صدفة. اوكي خرب بيتي بعدها هنا. لحظة سهلة انت بس عليك تمشي امورك بتكون تمام. واو اوكي روح هنا بعدين تحت بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا. بالعربي امش وراح تفوز. اوكي في اشياء جديدة خلونا نشوف. طيب وش يسوون هذول؟ مستكشف. اوكي طيب الفوز وانا هنا. خلنا ارجع، لا ارجع يعني من البداية هذا قصدي. بعدين نرجع ما نروح هنا بعدين هنا بعدين تحت بعدين هنا تحت. ايزي اوكي هذه فيها كان تنقل كثير. اوكي نروح فوق نطلع فينا نروح لا هنا هنا ما راح نسوي شيء راح نطيح هنا. اوكي ما نسوي شيء يرجع. طيب هنا نطلع هنا نروح هنا اوكي ما ادري شو خلينا بس خليناها سهلة. المرحلة التاسعة والله مشينا. الاخ هذه الخضرة طلعني على الخضرة هذه صح نصقح هنا. الخضرة حمراء
ما يمديني اروح فوق، لازم شت. اوكي لا يا غبي، دربي صح كذا صح، بعدين كذا صح، وهذه لا تجي، هذه تجي بعيد. نروح الغابة ثاني مرة هنا. اوكي وبعدين اذا رحت ما هذه اللي هنا راح اطيح. I don't know، ما ادري شلون حليتها بس اوكي. ستار وش طلع نجمة، ما ادري وش ستار هذول نجوم. اوكي نشوف اللعبة هذه وش. طيب اوكي شكله جمع الحين مره سهله، تجميع مره سهل. يعني ما في بس تجمع النجوم وتفوز. اوكي طيب هنا نروح تحت. اذا رحنا تحت راح نطيح. طيب وين تروح؟ نفس الشي لو نطيح يعني فوق وشي هنا بعدين اللي هنا هذا المفروض. يس او شي نروح للصعبات وبعدين نروح للسهلات، هذه هي الفكرة. احنا قلنا الصعبات وبعدين السهلات صح؟ طيب الحين شلون نرجع؟ اتوقع انحشرنا صح؟ ما ندمج. شوف لو اروح فوق خلاص اموت. ويلا تحت. يب دربي خطأ، المفروض اروح اجل فوق. نفس الشيء بعدين شلون اجي اللي تحت؟ خلنا نجرب فوق. يب نفس الشيء نفس الشيء صعبة والله لعبتكم صعبة. اصبر فهمت يا شباب، اتوقع اني فهمت. نجيب كذا يب فهمت. وبعدين نروح هنا بعدين نطلع. اخيرا سهلة. طيب اللي بعدها اوكي اشياء بعد جديدة. اوكي نشوف وش الاشياء هذي. اوكي تسكر عليك الدرب. برجع اجين ملون سقنعك الدرب زي كذا. اوكي سهلة ما يبي لها سهلة ايزي بيزي. طيب هنا هاطل راح يمين يسار قصدي وبعدين فوق. الحين اذا رحت يمين راح تضربنا يطير لفوق صح؟ راح اخسر. يب رجع هذه نفس الشيء. شلون اجل؟ هذي والله صعبة، مرة صعبة. يا ايها الخائنون زي كذا. اوكي يعني مدينة ننزل من هنا. اوكي اتوقع انكم شفتوها قلت فايز مني الدرب. طيب هذي شلون؟ أو شي لازم تجرب تمشي على عماه وبعدين تشوف الحل.
يحسبون لي كم مرة مشيت هون فوق. ما ادري اثر ولا بس انا برجع. طيب الدرب مفروضا مفروض كذا، ما في الا كذا. طيب وبعدين شلون اروح الجهة الثانية؟ اذا نزلت تحت مت، شلون اروح الجهة الثانية؟ again. طيب يمكن بسرعة الف ما يمديك اصلا كذا. اوكي شيت، والله صعبة هذه، والله صعبة. طيب خلونا نحاول، نحاول ننزل ما نموت، لازم احلها. فوق ما في، يمين نروح نموت، تحت راح نموت. طيب شلون؟ مش كما يمدي، مستحيل. هنا الفوز تحت. الله نقفل، ما اقدر اسوي شيء، اضغط الماوس شيء. لا تسألوني شلون حليتها، والله ما ادري شلون حليتها. اوكي ما ادري شلون حليتها، بس حليتها، هذا اهم شيء اني حليتها. تروح يسار ليش ما يمدي؟ هذيك سكر عليك. اوكي لا الحين شلون حليتها قبل شوي؟ نروح فوق وبعدين. والله اني غبي ما فكرت فيها. اوكي طيب جي اتوقع حليتها، اتوقع اني حليتها. لا يا غبي، شوف احنا جينا كذا، خلينا نشوف فكرة بعدين. طيب نجرب كم مرة، فين هذي صارت سهلة. رحنا كذا بعدين كذا بعدين كذا، إذا نزلت راح أموت صح؟ 100%. إذا رحت يسار راح أموت. يب كنت بجرب بس. طيب هذا ما يمدي يروح هنا، لا. نو 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 يا غبي يا غبي. كده صح، بس شلون؟ أول مرة هذه طولت فيها. رحنا تحت متنا، نرجع متنا. يمديني أرجع بسرعة؟ طيب لحظة نجرب، إذا يمدي مثلا. لا ما يمدي، خلاص إذا رحت رحت. في حل بس شلون؟ اكيد في حل، مستحيل يحطونا لك بدون حل. ممكن، لا لا كنت بجي بالنص. المشكلة ما تمشي يعني خانة، لو تبيها مثلا اجي هنا في الخانة بس من هنا. ما يمدي اوكي عرفت الحل، زي ما تشوفون كذا بعد ما جلست مدري كم دقيقة. اخر شيء الحل سهل، يوم نجي هنا
صح هذا اللي كنا جوين رود صح رفوق شفتوا بعدين هنا بعدين هنا اخيرا احد يمكن حالي كم والله 10 دقائق طيب مرحله 16 وش هذا يسكر عليك على طول اوكي طيب جزاك الله خير سهل هاي سهلة طيب هذه مرحلة 17 حلو ناخذ اوف والله طرنا بسرعة طيب لازم اقفل هنا وش يتوقع لا يعني لازم اقفل عشان ما اطير بعدين اخذ يب سهلة 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 هذه سهلة 18 اوكي اوكي نقفل اللي هنا ونرجع اللي نقفل هنا ونرجع اللي هنا نرجع الحين شلون اخذ هذه وهذه مع بعض في حركة سويتها خطأ لحظة في حركة سويتها خطأ في حركة سويتها 100% خطأ اوكي كذا صح يس طيب في شيء جديد نشوف وش الشيء هذا وأداة جديدة 9 مكتوب عليها وش تسوي؟ أتوقع أنها قنبلة صح؟ نشوف نبعدها عن المكان لا يا غبي اصبر توقفنا أوكي اصبر يا غبي اصبر وبعدين شو استفدنا؟ شلون نروح فوق؟ اوكي خدعتنا القنبلة هذي طيب روح كذا وكذا وبعدين هنا يمكن وبعدين نروح فوق وبعدين يسار صح 20 وصلنا مرحلة 20 او ليفل 20 طيب في خدعة هذه 100% اوكي اتوقع يمين يسار يمين يسار يمين يسار لين توصل فوق صح؟ ما يجي يا ذكي يمين يسار لا لا اجين اجين بس نجرب هذه عشان نروح من هنا نجي هنا طيب تحت بعد شوي تحت عشان نروح يمين طيب اذا رحت يمين اوكي رحنا يمين طيب وبعدين نروح يسار نفس الشيء نروح تحت نفس الشيء فهمت 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 سهلة 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 نروح هنا ونجي تحت سهلة وبعدين نصقح هذا ونرجع لا تنفجر بعدين نروح هنا وفوق وفيز مرة سهلة اوكي لفل 21 او مرحلة 21 سهلة عايز متأكد انها سهلة ما عليك ما عليك سهلة نروح هنا نشوف سهل سهل ما عليك بعدين تحت قلت لك سهلة ما عليك وبعدين هنا
بعدين نخش عليها. سهلة، شفت؟ قلت لك سهلة. اوكي يا شباب، هنا بتكون نهاية الحلقة. اذا عجبتكم اللعبة هذه عطني لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، وانشر المقطع. واذا تبغون نكمل قول بايز كمل اللعبة، بنشوف المراحل قدام صعبة ولا لا. اللعبة هذه موجودة على ستيم، اتوقع رخيصة 11 ريال موجودة بستيم، مرة رخيصة. يلا نشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية. كان معكم فايز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.